فالخطاب يكون لمنكري صلاة الجمعة ومعاندي صلاة الجمعة. حبيبي، صلاة الجمعة مؤيدة بتأييد الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم تأييده لها. فلذا يقول في الدعاء: اللهم افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. فحتى لو لم نكن يا ربي مستحقين لإدامة صلاة الجمعة، فدينك مستحق لإدامة صلاة الجمعة، فأدم لنا صلاة الجمعة.